الفرح والنور شع شع على الدار جيت بشاير أحلى وأغلى هدية جيت بشاير تشبه صدق الأمطار جتنا وجانا الخير والفرحة حيا قناة تسع سنين جات أحلى الأخبار جتنا بشاير كالقمر هالنضية جتنا الأميرة كالقمر هالنضية يا مرحبا يا فرحة الكون مليار يجمل هبة من الله وأغلى عطية لأمك وأبوك أنت لهم نور الأنظار وشوفتك عيد الفطر والضحية يحفظك رب الكون من عين الأشرار بشاير ودنياك دنيا هنية غلالية ودنياك دنيا هنية يحفظك رب الكون من عين الأشرار بشاير ودنياك دنيا هنية أبوك شيخ النسل شيخان وأحرار رعى المراجل والوفاء والحمية هذا محمد مكرم الضيف والجار والطيب ساس والعلوم الوفية الطيب ساس والعلوم الوفية وامك فرح اليوم قاد هل مدرار قناة لهفة بحضنها بضمك وهي مهتنية هذه شروق قال لها كل مقدار تاج الحلا والزين والجاذبية وختامها الفرحة ما مثلها صار بين القرايب ولها الفرحة حيا بين القرايب ولها الفرحة حيا هل الفرح والنور شع شع على الدار جيت بشاير أحلى وأغلى هدية جيت بشاير تشبه صدق الأمطار جتنا وجانا الخير والفرحة حيا قناة لهفة من عقب تسع سنين جات أحلى الأخبار جتنا بشاير كالقمر هالضياء جتنا الأميرة كالقمر هالضياء يا مرحبا يا فرحة الكون مليار يجمل هبة من الله وأغلى عطية لأمك وأبوك أنت لهم نور الأنظار وشوفتك عيد الفطر والضحية يحفظك رب الكون من عين الأشرار بشاير ودنياك دنيا هنية غلالية ودنياك دنيا هنية يحفظك رب الكون من عين الأشرار بشاير ودنياك دنيا هنية أبوك شيخ النسل شيخان وأحرار رعى المراجل والوفاء والحمية هذا محمد مكرم الضيف والجار والطيب ساس والعلوم الوفية الطيب ساس والعلوم الوفية وامك فرح اليوم قاد هل مدرار بحضنها تضمك وهي مهتنية هذه شروق اللي لها كل مقدار تاج الحلا والزين والجاذبية وختامها الفرحة